بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المحاضرة كثير سهلة واعتمدوا الصور لتفهموا الكلام المكتوب. بسم الله نبدأ. Histology of accessory organs of the GRT. إيش هم الأكسسوري أورغان؟ أربعة: Major salivary gland, pancreas, liver, gallbladder. طبعا الميجر هم توبيرز، بيكونوا على شكل توبيرز على شكل أزواج، باروتيد سبمانديبولار سبلنجولار، وهم إيش الأكبر. طبعا في عندي ماينر اللي هم الانترنسيك سليفري جلاند، طبعا لوكيتد ثرو اوت ذا اورال ميوكوزا، بشكله 10% من حجم السلايفا الكامل. طبعا اهميه الاكسسوري اورجان، هم بينتجوا لنا مواد بتسهل نقل وهضم الطعام داخل الجي اي تي. بدايه السليفري جلاند هي اكسوكراين جلاند، بمعنى لما نحكي لك اكسوكراين جلاند معناها انه السلايفا اللي هي المكون اللي بتنتجه هاي الغدد بيروح على الماوث خلال داكتس قنوات مش عن طريق الدم. طبعا أهمية السلايفا digestion هضم ولوبريكيتن ترطيب وبروتكشن، فهسه نشوف الوظائف المناعية. طبعا كل سليفري جراند هي عبارة عن مجموعة من اللوبيولز، مفردها لوبيول. فمثلا هون عندي هاي الصورة بتمثل لي الابيثيليال كومبوننت للسب مانديبولار جلاند لوبيول، فماخذين لي جاست ون لوبيول لغده السب مانديبولار اللي بتكون تحت المانديبل تحت الفك. الابيثيليال كومبوننت لها راح نيجي لهم وحده وحده. فبيحكي لنا مثلا هنا ذا سيكريتوري بورشن، تمام السيكريتوري بورشن يعني الاجزاء اللي بتفرز المواد، هم بتتكون من شيئين اللي هم سيريوس وميوكس، من خليتين عفوا، سيريوس وميوكس سيل. السيريوس اللي باللون البنفسجي والميوكس اللي باللون البني الفاتح. هسا بدك تعرف انه السيريوس سيل بيسموها سيروس اسيناس، لما بدهم يجمعوا الاسيناس بيحكوها اسيني، والميوكس سيلز بيحكولها ميوكس تبيول. تمام. نيجي على الابيثيليان سيل واحده واحده. هاي هسه هاي الصورة حنفصلها تفصيل، تمام؟ في عندي 3 epithelial cell types بتشكل ال salivary secretory unit. أولاً serious cells هي عبارة عن polarized protein secreting cell. شو يعني؟ polarized إنها إلها قطبين، apical surface بيكون نرور أضيق، وبيزل سيرفيس بيكون وايدر وبيكون اتاج مع البيزل لامينا. بروتين سكريتن سيل، معنى بروتين سكريتن سيل انها هي بتقوم على انتاج الانزيمات، وزي ما حكينا الدايجستيف انزيمز هي عباره عن ايش بروتين، مثل الاميليز اللي بيقوم على تكسير الكربوهيدرات. بدنا نعرف كيف شكل السيريال سيل، لانه كل خليه من الابيثيليال من الـ يعني الـ كل خليه من الابيثيليال سيل تايبس اللي بتشكل الوحدات السليفري سيكريتوري، بدنا نعرف شكلها وشكل شكل هاي الخليه وشكل النواه ووظيفتها. فالسيريال سيل هي حكينا بولارايز، تعرفنا ليش وعرفنا ليش ان هي بروتين سكريتن سيل، شكلها بيراميدال هرمي والنواة بتكون فيها راوند مستديرة. في عندي رف اندوبلازمك ريتيكولم بمنطقة البيزل، كلمة رف يعني انها هي رف يعني خشنة. وليش خشنة؟ لانه بيكون ملتصق فيها الميتوكوندريا اللي بتكون مسؤولة عن انتاج الطاقة. وبمنطقة الابيكال هاي المنطقة في عندي ايش سكريتوري كرانيول اللي بتحتوي على الدايجستيف انزايم، تمام. joint apically bitite anterior junction، في عندي زي junction وصلات بتكون يعني زي السوبر جلو بيلصق كل خلية مع خلية. فالسيريوس سيل بتشكل لنا spherical unit، وحدة كروية. لاحظ كيف انه هي spherical unit، هي عبارة عن ايش spherical unit spherical unit، هاي سيميلونر، فهي عبارة عن spherical unit called acinus، وبتحتوي على small central lumen. لاحظ هنا هذا بسموها small central lumen. serious acinus cell بتفرز لنا انزيمات و other proteins.
طبعا السالمندبيلر جلاند هي ميكست، فهي بتحتوي على سيريات وميوكاس جلاند يعني. لكن الخلايا الاكثر، الخلية الأكثر، الخلايا الأكثر تواجدا هي السيريوس. فبالتالي كمية اللعاب اللي بتنتجه هي هو الأكثر، ليه؟ لأنه البريدومينانس هي السيريوس. طبعا بحكي لنا هنا، هاي لاحظ كيف اللي هاي كلها اللي بلون البينك هي أو البنفسجي، هي عبارة عن السيريوس سيلز. في عنا السيريوس ديميلوناس بتحاوط الميوكاس تبيولز. في عنا هنا عنا الانتركليتد انترلوبيولار داكت اللي هي بتكون ما بين اللوبيول. طيب النوع الثاني الميوكاس سيلز هي كولومينر، شكلها شكل الكولومين، الكولومينر العمود. طبعا هي برضو هي بلارايت، في عنا بيكال وبيزل. ولاحظ انه ما بتكون يعني مستديرة، وإنما بتكون كومبرست مضغوطة، موجودة في منطقة البيس. طبعا هي بتحتوي على برضو جرانيولز with hydrophilic mucin، يعني بتنتج لنا الميوكس وهو بيكون hydrophilic يعني water loving، محب للماء. فهي بتعطيني lubricating properties للسلايفا. فبما انه الميوكاس هو هيدروفيليك يعني لافين ووتر، فهو بيرطب ايش السلايفا اللي بيقوم انتاجه عن طريق السيريوس سيلز او السيريوس اسني. طيب الميوكاس سيل ار اوفن اورجانيزد از سلندريكال تبيول راذر ذان اسني. فلاحظ شكلها شكل السلندريكال الاسطواني. سبماندبيلر جلاند هي ميكسد سيريوس اند تايب. حكينا استنن. طيب في عنا مايو ابيثيليال سيلز موجودة انسايد البيزا لامينا، بتحيط الاسيني وتبيولز البروكسيمال ايش اند اوف ذا داكت. طيب شايف هاي المايو، هاي السيريس اسيني بتحيطها مايو ابيثيليال سيلز، فهي بتحيط السيريس اسيني. هاي السيريس اسيني حاوطتها المايو ابيثيليال سيلز، ايضا بتحيط ايش التبيولز، بتحيط الميوكاس تبيولز برضو السيريوس ال مايو ابيثيليال سيل، وبتحيط البروكسيمال اند اوف داكت سيستم. هون عندنا البروكسيمال اند داكت سيستم بتحيطها. طبعا بحكي لنا هذه ترانسفيرس الكترون مايكروسكوب تظهر لي تو سليفري جراند سيل، بتحتوي على سكريتوري جرانيولز. هاي هي عبارة عن سكريتوري جرانيولز with associated مايو ابيثيليال سيلز immune stained براون، مسبوغة باللون البني. هسا كيف صبغوها؟ بأجسام مضادة ضد الأكتين. ليش الأكتين؟ هلا بنعرف احنا اللي هي نحكي لك مايو ابيثيليال، يعني هي مايو يعني مصل، ونحن بنعرف المصل هو بيتكون من two fibers أكتين ومايوسين، عشان هيك صبغوها بصبغة الأكتين، يعني أجسام مضادة ضد الأكتين. شو أهمية هاي المايو ابيثيليال سيل؟ لما يصير لها contraction، ما هي عضلة، فهي لما يصير لها contraction لما تنقبض بتضغط الأسينس، فهذا الإشي بيعمل بوش لمكونات الأسينس اللي هي السلايفا. يعني هون لاحظ إنه لما هاي يعني هاي الأسينس سيل بتقوم على إنتاج السلايفا، فلما المايو ابيثيليال سيل هاي تنضغط تمام، بتنضغط لجوا، ففي هون عنا دكت، في هون عنا دكت بتقوم ايش على دفع مكونات السلايفا الى داخل الدكت. طيب بتكون هاي المايو ابيثيليال سمول وفلاتند مسطحة وبتمتد وبتمتد. طبعا لاحظ كيف انها هي امتد، هي لها امتدادات على شكل ارم، او هي الاكستنشن بسموها ارمز. ليش؟ عشان تعطي، عشان تعمل لي الكونتراكتايل بروسيس، زي تعمل عمليه الانقباض. حول السكريتوري يونت او الدكت هي الاكتيفيتي اللي هي مهمه عشان تحرك المكونات اللي انتجتها السيريوس اسينوس خلال ايش الدكت. طيب ان ذا انترا لوبيولار داكت سيستم، يعني داخل اللوبيول
في عندي سكرتوري أسني وإيش اللي هي السيريس أسني. السكرتوري أسني هي مفردها السيريس أسني يعني هاي يعني مجموعة السيريس أسني بيسموهم سكرتوري أسني. وعندي تبيولز، لما أحكي لك تبيولز يعني ميوكس تبيول، فبتفرغ بتفرغ بشورت انتركليتد إيش دكت، فهاي الانتركليتد دكت هي تعتبر إيش شورت انتركليتد دكت، بتكون مبطنة ب ايش طبعا هاي طبعا هي هيك هي امتداداتها هيك 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 هيك. فهاي الانتركليت الدكت لو اخذنا واحدة من الانتركليت الدكت بتكون مبطنة، نسيج ببطن الانتركليت الدكت كوبويدال ابيثيليال سيل، كوبويدال يعني كيوب لايك شيب. several of these duct joined to form serrated cell. بعدين هاي المجموعة الانتركليت الدكت بتتحد مع بعضها وبتعطيني ايش السيريتد دكت. The more columnar serrated duct cells have many enfolding of their basolateral membrane. طبعا على البيزولاترال ممبرين في عندي انفولدنج طيات، وبتكون ملاصقة لها الميتوكوندريا عشان يتم انتاج الطاقة. فبحكينا هنا السيريتد دكت بتكون very faint striation بالبيزل هالف، وبتكون columnar cell بتظهر لي ميتوكوندريا موجودة في هاي الطيات للاترال سيرفيس. طيب الدكتس from age lobule converge and drain into interlobular excretory duct. بعدين القنوات من كل لوبيول بتتحد وبتفرغ محتوياتها بinterlobular excretory duct، يعني بقنوات بتكون موجودة ما بين إيش قنوات خارجية بتكون موجودة ما بين اللوبيول. طبعا هاي القنوات الاكسكريتوري دكتس بتكون السايز والثيكر للكونكتيف تيشو لها اعلى من الانتركليتد دكت. طبعا بدك تعرف انه الابيثيليال تيشو ما في له نمط معين، ممكن يكون سبن كوبويدال، ممكن يكون سيرتيفايد كوبويدال، ممكن يكون سيرتيفايد، فما له نمط. طبعا هاي هي الانتركليتد دكت اللي بتكون مش الانتركليتد اللي هي يعني هي الانتر الانتركليتد دكت لكل لوبيول جمعا مع بعض واعطوني الانتربيولر دكت. الكونكتد تيشو بيكون لها ثيكر والسايز له اكبر، والنمط النسيج الطلعي يعني ما له نمط معين. تمام، ممكن يكون سيمبل كوبويدال او كولومينر، سيرتيفايد كوبويدال او كولومينر، فهو له ابيرنت باترن. تمام، في عندي بلازما سيل في الكونكتد تيشو اللي بيحيط الانتربيولر دكت. طبعا هاي البلازما سيل هي زي ما نعرف خلية مناعية بتقوم على إنتاج الاميونوغلوبولين A. طبعا with secretory components synthesized by epithelial cell of serious acinia. يعني نعرف انه الخلية الطلائية العفو السيرس أسني اللي هي السيرس الخلية هاي الخلية بيحيطها من هنا بيحيطها connective tissue. هذا الكونكتيف تيشو في بداخله بلازما سيل، هاي البلازما سيل بتقوم على انتاج ايش الاميونوغلوبولين اي. فلما يتم لما تنقبض الميوبيثيليال سيلز الكونكتيف تيشو حتطلق الاميونوغلوبولين اي مع السلايفا ويروحوا ايش داخل الدكت. طيب فبلازما سيل ان ذا كونكتيف تيشو سراوندينج ذا انتربتيبلر ريزن اميونوغلوبولين اي which form complex with the insecurity components cell by epithelial cell of serious acini and interlobular duct transferred into saliva immunoglobulin A complex release into saliva فبيعطيني defense against specific pathogen in oral cavity. فإذا أنت أكلت أي مادة فيها مادة غريبة أو يعني specific pathogen يعني مواد غريبة محددة مثلا بكتيريا يعني أكل يحتوي على بكتيريا ضارة بتقاومه هاي الاميونوغلوبولين A. طيب before emptying into the oral cavity the main duct of age gland is lined with non-keratinized stride squamous. بدك تعرف إنه المين دكت اللي يعني before emptying للأورال كيفيتي المين دكت لكل جلاند
هي بمطنة ب non keratinized stratified squamous epithelium. فبدك تعرف المين دكت النوع النسيج الطلائي هو non keratinized stratified squamous. أما الإكسترا أما الإنترا ليبرال إكستريتي دكت ما إلها نمط معين من الإبيثيليوم. فبدك تميز المين دكت عن الإكس عن الإكسكراتوري دكت. طيب هنا عنا سليفري جلاند بارنكيما للهيومن بارتيد جلاند. البينك تحكي لنا avoid represent nuclei of acinar cells and the branched yellow structure are capillaries. فبحكي لنا هاي نسيج للبارتيد جلاند الغدة النكافية. طبعا هي الغدة هاي هي بس مسؤولة عن إنتاج اللعاب سلايفا. طبعا اللي باللون الزهري هذولا النيوكلياس بيكون شكلهم avoid بيضوي، وعندنا هاي باللون الأصفر برانش من الكابيلاريز. هسا الفيسلز اللي هم عبارة عن البلد واللمفاتيك والنيرف بيدخلوا للارج سليفري جلاند. طبعا هي تعتبر البارتيد جلاند من اللارجست جلومينال جلاند بواسطة الهايلم المين انتري بوينت. بعدين بتفرع على اللوبيولز اللي بتكون أي غدة. زي ما حكيت لك أي غدة بتتكون من مجموعة لوبيول جمعها لوبيولز. Rich vascular and nerve plexus surround secretory and duct component of each lobule. فكل lobule إلها vascular and nerve plexus. The capillaries surrounding the secretory unit provide fluid important for saliva production. فهل capillaries أهميتها عشان يصير في عندي إنتاج للسلايفا. وطبعا هذه إنتاج السلايفا أو عدم إنتاجه بيتم عن طريق الأوتونوميك نيرف سيستم. السمباثيتك بيثبطوا إفرازه، أما الباراسمباثيتك بيحفز إفراز السلايفا. طيب الفيتشر سبيسيفيك لإيج جروب من الميجر سليفري جراند، أول واحدة البروتيد هي لوكيتد إن إيج تشيك نير ذا إير. فهي موجودة في التشيك الخد بالقرب من الإير، هي أمام يعني إن فرونت أوف ذا إير، موجودة في التشيك في كل تشيك يعني في كل تشيك في عندي بارتيد جراند هم على شكل بيرز على شكل زوجين يعني. برانشت أسينار جلاند with exclusively serious أسيني. لاحظ هي بحكي لك هي عبارة عن برانشت من الأسينار جلاند تمام. هي exclusively serious. شو يعني exclusively serious؟ يعني بس بتقوم على إنتاج إيش السلايفا، ما بتقوم على إنتاج إيش الميوكس، يعني بس هي بتحتوي على سيروس أسيني ما فيها ميوكس تبيولز. فالسيريوس سيلز اوف بارتيد جلاند سيكريت اباندنت الفا اميليز ذات انيشيت هيدروليسيس ذات انيشيت هيدروليسيس للكربوهيدرات اند برولين ريتش بروتين وذ انتي مايكروبيال اند اذر بروتكتيف بروبرتيز. بدك تعرف انه البارتيد جلاند فيها خلايا سيريوس بتقوم على انتاج السلايفا، وهذا السلايفا بيكون فيه digestive enzyme like الالفا اميليز اللي بيعمل hydrolysis للكربوهيدرات يعني تكسير للكربوهيدرات مثل الستارش النشا بوجود الووتر. وفي عندي برولين ريتش بروتينز انزيمات غنية بالامينو اسيد الحمض الاميني برولين اللي له دور مناعي ضد البكتيريا فهو بيقتلها وبيضبطها فبيحمينا من أي مادة غريبة دخلت لداخل الجسم. فهنا عندنا إيش مايكروغراف للبارتيد جلاند. فلاحظ دنس اللي بكت سيروس أسيني، فلاحظ هي أغلبها إيش مش أغلبها هي كلها عبارة عن سيروس أسيني with duct. Secretory granules of serous cells are clearly shown in plastic section as well as intercalated duct and striated duct. طيب submandibular gland which produce 2/3 of all saliva. فالنسبة الأكبر من السلايفا بتم إنتاجها عن طريق submandibular gland. ليش؟ لأنه البرايمري لأنها البرايمري لأنه يعني اللي هي برانشت من التوبيولو سيلير تيبيولو أسينار سيل، يعني هي بتحتوي على ميوكس تيبيولز وأيضا بتحتوي على أسينار سيلز. فهي لاحظ
يعني هي بتحتوي على ميوكاس تبيول وبتحتوي على سيريس أسنس، بس السبمانديبولر بتحتوي على السيريس أسنس بكميات أكبر من الميوكاس تبيول، تمام؟ فعشان هيك التو ثيرد من الأول توتال سلايفا بتم إنتاجه عن طريق السبمانديبولر جراند. ليش؟ لأنه السيريس أسنس موجودة فيها بكميات أكبر من الميوكاس تبيولز. فلاحظ هنا في عنا interglobular duct وفي عنا هنا serious أسنان. لاحظ كمية serious أسنان كم قديش كم تواجدها. هنا عنا serious diminutus بتحاوط ال mucus bile staining. In addition to alpha amylase and prolin-rich protein, serous cell of submandibular gland secrete other enzyme including lysosome of bacterial wall hydrolysis. في عندي مش بس alpha amylase وبرولين-rich protein بتقوم على إنتاجهم submandibular، في عندي كمان other enzyme اسمه lysosome هو بيعمل hydrolysis للbacterial wall، فهو بيعمل تكسير لجدار البكتيريا، فبالتالي أي مادة غريبة دخلت لأي بكتيريا دخلت عن طريق الطعام إلى التجويف الفموي بتكسر جدرانها يعني بتعملي لها هيدروليسز يعني تكسير ل كيل أور إنهبت يعني للبكتيريا، فهي عن طريق إنها بريك داون للول أوف ذا بكتيريا بتحطم جدار البكتيريا. سبلينجوال جلاند هي بتكون تحت اللسان وهي الأصغر، وهي تعتبر برضو برانشد تبيول أسنان جلاند، بس هي but here secretory tubules of mucus cells predominant على عكس السبمانديبولر. الخليل الأكثر فيها هي secretory tubule الميوكس سيل، يعني هي المين سيل، وبالتالي المين برودكت هو الميوكس. فبدك تعرف يعني تفرق يعني بما بدك تعرف إنه السبمانديبولر ليش يعني الكمية السلايفا اللي بتم إنتاج فيها أكثر من الخلايا أو أكثر من الغدد الثانية، لأنه المين سيلز فيها السيريس، على عكس السبلينجوال اللي هي بتنتج الميوكس بشكل أكثر. ليش؟ لأنه الميوكس سيلز هي الأكثر، فأنت بدك تعرف إنه شو الأكثر، فبالتالي المادة الأكثر. فيعني ارجع شوف بالسبلينجوال الميوكس تيبيولز أكثر من السيريس تيبيولز. الميوكس تيبيولز تنتج لنا الميوكس، وبالتالي السبلينجوال الميوكس إنتاجه أكثر من إيش السلايفا، تمام؟ The few serous cells present added amylase lysosome to the secretion. صحيح إنه في عندي few serous cells لكن في عندي amylase ولايزوزوم lysosome. طيب the sublingual gland هي mixed but largely mucus gland زي ما حكينا with tubular cell arrangement of polystyrene mucus cells small interlobular connective tissue small fascials of lingual serrated muscle. هسا small fascial هاي small fascial هي عبارة عن bundles of small fibers found in the tongue، يعني هي حزم من الألياف العضلية الموجودة في اللسان. non-encapsulated salivary gland يعني non-encapsulated يعني ما في يعني مش محاطة بإيش نسيج ضام connective tissue وهي إيش more spread. طيب small non-encapsulated salivary gland هي distributed throughout the oral mucosa، مهم تعرف هي distributed خلال ال oral mucosa، هي short ductile بتكون قصيرة. طيب هون عندنا مايكروغراف ل single very large بليت بابيلا with two distinct features إلها many test buds around the side and several small salivary gland. هون عندنا several small salivary gland empty into cleft، يعني هون بتفرغ محتوياها
remote formed by the elevated mucosa surrounding the babilla. This gland continuously flushes the clavicle and when the fluid into contact with this, زي ما حكينا بالمحاضرة الأولى عشان أنت تقدر تحس بطعم الطعام كل مرة أنت يعني إيش بدناك تعمل flush لل يعني زي بتعمل غسل لها لمنطقة اللسان عشان ترجع تحس بطعم الأكل يعني مع كل أكل جديدة ترجع تحس بطعم مختلف عن الأكل الثانية عن طريق إيش إنه هاي اسمه salivary gland الموجودة حوالين التست بد يتم غسلها بواسطة السلايفة عشان أنت تقدر تحس بطعم جديد للأكل الجديدة. This minor salivary gland هي usually mucus except for small serous gland at bases of circumvallate إيش ببلا. فبيحكي لنا انه بالعاده الماينر سليفري جلاند هي بتكون ميوكس ما عدا في عندي سمول سيريس جلاندز بتكون بقاعده السيركمفاليت بابلي بتكون طبعا سيركمفاليت بابلي زي ما حكينا هي بتكون موجوده على الباك للتانج و البلازما سيل ريليزنج اميونوجلوبين ان اولسو كومن وذين ذا ماينر يعني كمان حتى الماينر سليفري جلاند بتكون عن انتاج الاسم المضاد من نوع ايه. البنكرياس برضو هو غدة هون هذه الصورة بتبين لي لو باور فيو للبنكرياس بتضمن الزيفر الايلت محاطة بسيريس اسني برضو بتحتوي على سيريس سيلز لارج انترالوبيلار داكت فهو يعني هو اكسوكراين وسمبل كولومينر ابيثينيوم هاي الداكت مبطنة بسمبل كولومينر ابيثينيوم ديس داكت the ducts with blood vessels located in connective tissue which also provide the capsule to the entire gland and thin septa separating the alveoli of secretory acini. البنكرياس has thin capsule of connective tissue يعني هاي السبتة هي عبارة عن thin capsule من connective tissue السبتة يعني زي انها تفصل كل بيول عن الثانية extend of extend to cover large vessels and ducts to separate the parenchyma into lobules. The secretory acini are surrounded by basal lamina that is supported only by a delicate sheath of reticular fiber اللي هو عبارة عن thin branching fiber provide additional support and structural with a rich capillary network. هذا النتورك أهميته عشان تبادل المواد يعني هون في عندي يعني مش بحكي لك ريتش كابيلاري نتورك هو عبارة عن ميني تين بلاد فيزل بيغذي البنكرياس بالدم عشان يغذي بالنيوتريانت والأكسجين للخلايا وينقل الإنزيمات بواسطة يعني الأوعية الدموية اللي تم إنتاجها بواسطة الأسنان. طيب مايكروغراف of exocrine pancreas show the serious هاي serious قامت عن إنتاج إنزيمات arrange small أسنان with small very lumen الأسنان هي محاطة ب small connective tissue with fibroblast edge asinus is drained by intercalated duct يعني زي ما حكينا عن يعني هون يعني لما نحكي عن البنكرياس كإكسوكراين بدك تتخيلها زي كأنها سليفري جلاند تمام زي معلومات سليفري جلاند digestive enzyme produced by serous acini in the large exocrine portion of the pancreas تمام إيج بنكرياتيك أسنس consist of several serous cells surrounding in a very small lumen without myobutillin بس بدك تعرف إنه هنا الأسنس cells تعيد البنكرياتيك أسنس على عكس السليفري يعني بدك تعرف شو الفرق بين البنكرياتيك أسنس والسليفري أسنس إنه السليفري أسنس بتكون محاطة بميوبيتيلين سيلز أما البنكرياتيك مش محاطة تمام؟ ده أسينر سيل هي بولاريزد فإلها بيزل وبيس راوند بيزل نيوكلياي ونيوميرال زيموجين جرانيولز أبيكلي هاي لاحظ هون عنا اللي باللون الأخضر هي عبارة عن زيموجين جرانيول أبيكلي تيبيكال أوف بروتين سكريتن سيل طيب
ترانسفيرس الكتر مايكروسكوب للبنكرياتيك اسينسل بتظهر لنا بريميدال شيب راوند بيزل نيوكلياس محاطة بالسيتوبلازم باكت ويز سيستيرين فرق اندوبلازميك ريتيكولم ذا جولجي ابيراتوس سيتويتد ات ذا ابيكال سايت. طيب اوكي اف ذا نيوكلياس طيب and condensed vacuoles. طبعا هو يعني الكولجي ابيراتوس زي ما حكينا انه ال inactive digestive enzyme بيصير لها باكج عن طريق الجولجي ابيراتوس, بعدين بتروح على الجرانيولز وبعدين بيطلعها على شكل جرانيولز عشان تلتحم بالغشاء الخلية عشان يتم افرازها. فبحكينا عملية الإكسوسايتوسيس هي إنه the small lumen of acinus contain protein recently released from the cell by exocytosis. طبعا أكيد عملية الخروج ال محتويات ال يعني مش أسينس كونتين بروتين, هاي البروتينات كيف تخرج من البنكرياتك من الأسينس سيل عن طريق الإكسوسايتوسيس, لأنها هاي الجرانيولز تحتوي على دايجستيف إنزيم طبعا بتكون موجودة بالجرانيول. طبعا عشان تخرج أول شيء لازم الطعم يدخل لداخل المعدة, بعدين الدودينام بيطلق CCK, فهذا الاشي بيحفز عملية الإكسوسايتوسيس عشان الدايجستيف إنزيم تروح على إيش الدودينام. Age acinus is drained by short intercalated duct of simple squamous epithelium. فهذه عندنا أسينارسل 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 أسينارسل, فكل أسيناس هي drained by short intercalated duct. هاي عبارة عن إيش intercalated duct intercalated duct والنوع النسيج طلع ببطنها simple squamous epithelium. The initial cell لل intercalated duct بتكون small, بتمتد من اللومن للأسيناس as small centroacinar cell. يعني هاي عبارة عن إيش initial, هاي بقصد عن هذولا. يعني لما حكى لك the initial cell of the this small duct extend into the lumen of the acinus as small centroacinar cell that are unique to the pancreas, قصده عن هذول. فشو الفرق بين centroacinar وال intercalated duct؟ ال centroacinar هي starting point inside the acinus, تمام, هي starting point وجوه الأسيناس. أما ال intercalated duct هي the first small tube carrying the fluid out. طبعا كلتهما بيعمل عشان يقللوا لي الاسيديتي لايش الدايجست للدايجستشن. فالسيلز اوف انتركليتد داكت بتفرز كيف يعني هم بيقللوا لي الاسيديتي, انه عن طريق خلايا تحت الانتركليتد داكت بتفرز لارج فوليوم من الفلويد بيكون غني بالبايكربونات اللي بيعمل على الالكالينايزز وترانسبورت هيدروليتيك انزيم produced in the acini. فبيجعل في عندي هيدروليتيك انزيم يعني انزيمات يعني بتقوم على تفكيك المواد بواسطة الماء وبتعمل على جعل الـ يعني الكايم اللي خرج من المعدة قاعدي. The intercalated duct merge with intralobular duct. Intercalated duct merge with intralobular, intra يعني within lobule and larger interlobular between lobule. فلاحظ من intra يعني انترا باللوب, تمام, باللوبيول الوحدة. الانترا لوبيولر دكت داخل اللوبيول, ولارجر انتر بتوين لوبيول which have increasingly انلاحظ هاي انتر كليت الدكت داخل ايش اللوب. الانترا لوبيولر دكت
intercalated duct و intralobular يعني within إيش لبيو إيش within lobule. تمام. بعدين بصير عندي larger interlobular بعدين بين الانتر بين اللبيول بعدين بيزيد الكولومينال epithelial before joining the main pancreatic duct اللي بتمتد على طول الجلاند. بالنسبة للكبد هيباتوسايت هي الخلايا الكبدية والهيباتوفلوبيول برضو الكبد بتكون من لوب يعني هذا هيك 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 عبارة عن إيش لوب وهذا هيك 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 لوب. فالليفر يونيك استراتيجيك أورجانيزيشن إله يعني تنظيم مجهري فريد من نوعه and microvasculature وتيني بلاد فيزل بتسمح للخلايا الكبدية إنها تؤدي وظائف مختلفة منها الميتابوليك إكسوكران إندوكران فانكشن. ميتابوليك إنه مثلا إنه الخلايا الكبد بتقوم على معالجة المواد الغذائية وإزالة سمية بعض المواد مثل الأدوية وتنظم سكر الدم. إكسوكران مثلا إنها بتقوم على إنتاج البايل اللي بيساعدنا على هضم الفات. إندوكراين إنها بتقوم على إنتاج إيش إنها بتقوم على الريليز للهرمونز وأدر طبعا مش بس هرمون وأدر سبستانسز دايركتلي إنتو ذا بلاد ستريم. فبالتالي الوظائف يعني خلية الكبد لها أكثر من وظيفة بالدايجيشن والهرمون برودكشن والميتابوليزم. طيب الهيباتوسايت هي عبارة عن لارج كوبويدال بولي يعني كيف شكلها طبعا هي لارج وبتكون إما كوبويدال أو بولي هيدرال إبيثيليال سيلز. فيلاحظ هنا هي عبارة عن كوبويدال كيوب لايك شيب أو بتكون بولي هيدرال لها أكثر من سايد يعني هيك أكثر من سايد هيك هيك مثلا هيك 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 بولي المهم هيك بولي هيدرال أو كوبويدال والنواة بتكون بالسنترال وراوند والسيتوبلازم ريتش في الميتوكوندريا عشان يتم إنتاج للطاقة. طبعا بحكي لك the cells are frequently binucleated. الهيباتوسايت بتكون عندها نواتين هاي نواتين وحوالي 50% من الخلايا بتكون polyploid. شو يعني polyploid؟ يعني 2 to 8 times يعني مرتين إلى 8 مرات أضعاف normal chromosome number. شو يعني؟ هسه إحنا بنعرف إن الخلية الطبيعية فيها 23 زوج من الكروموسومات لما تتقسم بتعطيني 46 كروموسوم بكل خلية لكن خلية الكبد لا بيكون مثلا فيها 24 زوج طبعا ما فيها ميتوسيس ولما بتيجي تمر بعملية الانقسام لما بتيجي طبعا في عندي ميوسيس وميتوسيس فما في ميتوسيس فلما الخلية تمر بعملية الانقسام في الانقسام هو أكثر من مرحلة فبمرحلة من المراحل ما بيصير في عندي انقسام لل يعني لاحظ هاي الأزواج ضعفت هاي الأزواج ضعفت لهذا الشكل لما بتجي تنقسم تنقسم كالتالي زي هيك وهون بيصير في عندي مش هنا عندي 24 زوج هنا عندي برضو 24 زوج 24 زوج فصار في عندي 48 كروموسوم 48 كروموسوم على عكس إيش الخلايا الطبيعية اللي بيكون فيها 46 كروموسوم. طبعا شو أهمية هذا الإشي عشان ينتجني المزيد من البروتينات المزيد من الإنزيمات ليش؟ لأنه بنعرف إحنا العملية تصنيع البروتينات بتتم عن طريق النواة إنه بيصير في عندي انفصال للدي إن إيه ودي إن إيه بيصير فيها بيصير نسخة من المسنجر أم آر إن إيه بروح على السيتوبلازم ومن السيتوبلازم على الرايبوسوم وبمر بيصير بيعطيني مجموعة أمينو أسيد كل ثلث أحماض أميني يعني كل ثلاث أحماض كل بعدين بتصير عندي مجموعة أحماض أمينية بتتكون مع بعض وبتعطيني سلسلة بيبتايد وبعدين سلسلة بيبتايد بتتكون بشكل معين وبتعطيني البروتينات. المهم هاي عملية جينيتكس مش مهمة تغلبوش حراسكم فيها بس المهم بدي أحكي لك وصلك الفكرة إنه أنا بحتاج إنه يكون في عندي يعني الخلية الوحيدة الخلايا الوحيدة في الجسم اللي عدد الكروموسومات فيها مش 46 كروموسوم هي خلايا الكبد. ليش؟ لأن إحنا بنحتاج للمزيد من البروتينات المزيد من الإنزيمات لأنه الكبد بيقوم بوظائف بتحتاج إلى إنزيمات كثيرة وبروتينات كثيرة و
وفيه هو بيحتوي على يعني مولكيول other important molecule يعني important ل diverse function للكبد. تمام. The liver parenchyma is organized as thousands of small hepatic lobules, which hepatocytes form hundreds of irregular plates. من هاي طبعا هي تعتبر هاي irregular plates. Arranged radically زي أشعة الشمس. لاحظ كيف إنها هي بتكون هيك radically. بتكون around a small central vein. فهنا عندي يعني هي حوالينها يعني هي لاحظ كيف هنا عندي small central vein وradically منه سيريس من الريجولار بليتس. تمام. وهاي قاعدتها وهاي ارتفاعها. طيب ريتيكولين فايبر رننج الونج ذا بليتس اوف هيباتوسايت سبورتنج اند انترفينينج سينوسايت. يعني هاي الريتيكولين اللي هي عباره عن كولاجين تايب 3 فايبرز هي يعني رننج الونج يعني بتتجه على طول البليت تاعت الهيباتوسايت فبتدعمها وبتدعمها وبتدعم intervening sinusoid اللي هي السينوسايد. فهي الريتوكولين هي للدعم للسينوسايد والبليتس. تمام. most connective tissue in the liver found in the septa and portal tract. فthe hepatocyte plates supported by delicate stroma of reticulin fiber. طبعا الستروما هي عبارة عن supportive connective tissue from work in the liver. هي عبارة عن thin fibrous network made of reticulin fiber that gives structure of the liver lobule اللي هي function unit the liver وhelp hold this hepatocyte in a place. طبعا هي support framework allow space for blood vessel and enable blood flow around the cells essential for the liver filtering and metabolic function. يعني بمعنى اخر انه يعني هي اللي بتثبت السينوسايد يعني هي عباره عن نسيج ضام رقيق بيثبت البيول مكونات البيول تاعت الكبد في مكانها سواء كانت الريجولار بليت او السينوسايد. بيريفيرلي على شكل الطرفي ايج البيول has 3 to 6 portal areas with more fibrous connective tissue each of which contain 3 interlobular structure that comprise portal tract. فهاي عندي portal tract طبعا هون عندي يعني هنا لاحظ بريفري في عندي يعني عد 1 2 3 4 5 6 ف portal areas طبعا عندي more with more fibrous connective tissue كلهم بيحتوين على interlobular structure. ف يعني هو يعني هاي between lobular بشكل portal thread. طبعا portal thread هي البورتال اريا هي نفس البورتال thread هي branch من arteries والveins للايج portal اريا طبعا توصل لنا البلد للسينوسويد للadjacent liver lobule. البورتال thread هي عبارة عن جنيول branch طبعا هو من البورتال vein طبعا البلد بيكون غني فيه بالنيوترينت بس الاكسجين بيكون فيه قليل. اما الارتريول برانش هو جاي من الهيباتيك ارتري بيغذي البيول بالاكسجين. وفي عندنا تو سمول بايل داكتيولز بيكونوا عباره النسيج الطلعي بيكون فيهم كوبويدال هم ايضا برانشز من البايل كوندكتين سيستم. موست اوف ذا بيريفيرال بورتال ارياز اولسو كونتين ليمفاتيك نيرف فايبر طبيعي نحتاج إلى lymphatic nerve fiber. طيب between all of the anastomosing blade of hepatocyte of a hepatic lobule are important vascular sinusoid. يعني عشان تفهم هاي الجملة اللي ضعها رسمة تفهم كل شيء. between all of the anastomosing blades هاي هون عنا anastomosing blades تمام للhepatocyte. between all of the anastomosing blades للهيباتوسايت between كل هاي الانستوموسينج شايفة between بيناتهم كلياتهم ايش في عندي vascular sinus that emerge from the peripheral branches of the portal vein and hepatic artery. تمام. يعني هاي هون عندي branch من branch من ايش hepatic artery branch من sinusoid بعدين كلياتهم هاي يعني هاي branch وهاي branch
من يعني هاي السينوسايد هي برانش من هيباتك بورتال فين وبرانش من الهيباتك ارتري، اتحدوا مع بعض وراحوا وين على السنترال فين. طيب the venous and arterial blood mixes in this irregular، يعني لاحظ هنا الدم اللي بالهيباتك والدم اللي بالهيباتك فينيول والدم اللي بالهيباتك ارتري اندمجوا مع سوا ونصبوا بالسنترال فين. طيب the anastomosing the anastomosing sinusoid then disconnect lying of infiltrated endothelial cell surrounded by sparse basal lamina and reticular fiber. فلاحظ هذه منطقة الكود الفاتوسايد، هاي الفينستريتد للإندوثيليوم تاعت الساينوس تاعت الساينو هيباتيك ساينوسويد بتكون هي مثقبة. طب شو ميت إنها تكون هي فينستريتد يعني مثقبة زي هيك فينستريتد يعني بيناتهم فراغات عشان البلازما اللاو بلازما تفيل أنارو بيريساينوسويد السبيس أو السبيس أوف ديس and directly path تغطي الماني regular microvilli هاي الماني microvilli reaching من الفيماتوسايت لا into space into this space. طيب this direct contact between hepatocyte and plasma facilitate most key hepatocyte function. يعني ليش أهمية إنه يكون في عندنا فراغات؟ عشان يصير في عندي uptake and release لا nutrient protein and potential toxin. يعني هسه هون في عندي بالهيباتوسايت بيقوم بإنتاج البروتين النيوتريانت و البوتنشال توكسين عشان تروح للدم وترجع على سبيل الفينا كافا. طيب in the endothelial lining of hepatic sinusoid are numerous specialized stellate macrophage اللي طبعا stellate macrophage اللي هم اسم ثاني كبر سيلز موجودين بالإندوثيليال لايننج للسينوسايد. طبعا هي ديتكت اند فاجوسايت توس الافت ريتروسايت يعني الايجد ريتروسايت يعني الخلايا اللي صار عمرها كبير الخلايا اللي صار عمرها تجاوز الحد المسموح يعني كل خلايا الدم حمراء الى حد مسموح الها لايف سبان مسموح بعدين بتموت وبتم ايش اعادة تحطيم مكوناتها عشان اعادة استخدامها مرة اخرى. الكبفر سيلز هاي هي باللون الأسود. طبعا two other functionally important cells are found in within with the sinusoid of hepatic lobule. numerous specialized stellate macrophages usually called كبفر cells موجودة وين within the sinusoid lining طبعا داخل بطانة السينوسايد. these cells are recognized and phagocytosed هي بتتعرف وبتبتلع الايجد ارثروسايت خلايا الدم الحمراء الكبيرة من العمر برينج هيم بتحرر منها الهيم والحديد عشان يتعاد استخدامه وتخزينه في شكل فيريتين كومبلكس. الكبفر سيلز هي كمان هي مش بس يعني هي فاجوسايتوز لها وظيفة لا هي انتيجين بريزنتنج سيل هي خلايا مشرة بتخلصنا من البكتيريا وبتحطمها في البورتال بلاد. In the perisinusoidal space are hepatic stellate cells or with a small lipid droplet. طبعا بالhepatic stellate cells أو الايتو سيل طبعا يعني لاحظ هذا كله وين في البري يعني perisinusoidal space هنا يعني يعني هي perisinusoidal space يعني هنا يعني حوالين هاي المنطقة بري يعني around. فبالبيري سينوسويدال سبيس في عنا هيباتيك ستيلات سيل أو بيسموها إيتو سيلز بيكون معها اسمه دروبلت يعني حبيبات صغيرة من الدهون بتخزن فيتامين A بتخزن فيتامين A. طبعا another soluble vitamins شو هم الأذر فاتس اللي من ذهن A ديك اختصار ميدك فيتامين A فيتامين D فيتامين E فيتامين K هذولا بيكونوا مخزنين بالسمول ليبيد دروبلت اللي يعني بدك بنعيد حوالين البريسينوسايدر سبيت في عندي هيباتيك ستيليت اللي هم ايتو سيلز
هذول إيتوسيل أو الهيباتكستيلاسيل بيكون معهم small lipid droplet. ليش؟ عشان يخزنونا الفات سوليبل فيتامين، الفيتامينات الذائبة بالدهون. This mesenchymal cell are produced ال presynapsoidal يعني بحكينا ال these mesenchymal cells الهيباتك ستيلات سيلز also يعني ال يعني ال الهيباتك ستيلات سيل أو الإيتو سيلز also produce extracellular matrix component بحيث إنه إذا صار عندي liver injury يصير هاي extracellular component في micro في myofibroblast، وأيضا تبرزنا سيتوكاين اللي بيعمل ريجوليت الكفر سيل اكتيفيتي، يعني متى انه الكفر سيل تبتلع او تبتلع الاريثروسايت، متى ما تبتلعهاش ومتى تقوم بدوري المناعي ومتى ما تقومش فيه. The endothelium of central lipin in the middle of a hepatic lobion is supported by a very thin layer of fibrous connective tissue. بدك تعرف انه السنترال فين الموجود في الميدل ايج هيباتيك لوبيول، يعني كل هيباتيك لوبيول فيها ايش سنترال فين. طبعا الاندوثيليوم طبعا زي ما بنعرف انه كل فين له بطانه بتبطنه اللي هي الاندوثيليوم. بدك تعرف انه الاندوثيليوم للسنترال فين اللي موجود في وسط كل هيباتيك لوبيول مدعوم بواسطة طبقة رقيقة من الفايبروس كونكتيف تيشو. تمام، يعني هذا ايش الاندوثيليوم، يعني هذا يعتبر ايش مثلا سنترال فين موجود في ايش في بكل هيباتيك لوبيول. الاندوثيليوم مدعومة بايش سبورت بواسطة ايش ثين لاير من فايبروس كونكتيف تيشو. طيب هسا سنترال فينيولز هاي مثلا سنترال فينيولز سنترال فينيولز سنترال فينيولز تمام from age lobule تمام converge into larger vein تتحد تعطيني larger vein larger vein larger vein which eventually two or more large hepatic veins. بعدين هذول الاثنين بيتحدوا بعطوني large hepatic vein left hepatic vein right مثلا hepatic vein وين بصبوا بالinferior vena cava عشان يروحوا ايش مرة ثانية على الدم بعد ما يكون تم ايش تصفيتهم من المواد السامية بواسطة الهيباتوسايت او انت يعني انه يعني انتج الهرمونات او المواد اللي بدنا اياها الكبد. هسا البلود دائما بيتحرك بيرفري من البيرفري للسنترال لكل هيباتيك لوبيول بالتتابع مع الاكسجين والميتابولايت والأذر توكسيك والنان توكسيك الابسوربد ان انتستين ريج ذا. هسا بحكي لك consequently الأكسجين والميتابولات as well as all other toxic or non-toxic substances absorbed in the intestine reach the lobule peripheral cell first and then the more central. يعني حتى التوكسيك والنان توكسيك substances اللي تم امتصاصها في الأمعاء تصل ل اللوبيولز تعيد الكبد بالأول بالبريفرال بعدين بتروح للسنترال، يعني أول شيء بتروح بمنطقة الطرفية لين باتجاه إيش السنترال زي مجرى الدم. تمام this direction of blood flow partly explain why the properties and function of the peripheral hepatocyte differ from those. يعني عشان هيك بدك تعرف إنه في اختلاف بين الفانكشن إلى البريفرال يعني السنترال هيباتوسايت الفانكشن تبعها بيختلف عن السنترال. الهيباتوسايت مثلا القريبة من منطقة الاريا مسؤولة عن البروتين سينثيسيس، أما البعيدة عن يعني شوف البريفيرال بتقوم مسؤولة عن البروتين سينثيسيس، أما السنترال مسؤولة عن الديتوكسيفيكيشن والجلايكوجين ميتابوليزم. فالهيباتوسايت near the portal areas can rely on aerobic metabolism. فهي ليش؟ لأنها بتعتمد على وجود الأكسجين فهي more active in protein synthesis while the more central area are exposed to lower concentration of nutrient and oxygen فهي more involved with detoxification و glycogen metabolism. ف يعني مثلا عملية الجلايكوجين والديتوكسيفيكيشن ما بتحتاج لها اكسجين كثير فبالتالي عادي لو كانت يعني شوف السنترال اريا تمام
بيكون كمية الأكسجين فيها قليلة، عشان هيك بتتم في عملية ديتوكسيفيكيشن الجلايكوجين ميتابوليزم. لكن عملية لكن الطرفية بتكون البروتين كمية الأكسجين عالية، فبنحتاج لإيروبيك ميتابوليزم. عشان هيك يعني شوف عملية البروتين سينثيز تحتاج لوجود إيش؟ أكسجين عن طريق الإيروبيك ميتابوليزم، تمام؟ فبدك تعرف هون مثلا انه ما بعرفش اذا مطلوب منكم تحفظوا هاي الاشياء ولا لا، يعني بدك تعرف شو بالبريبورتالزون شو الاشياء اللي بيقوم فيها الكبد، مثل الجلوكوز ريليز، جلوثايون بريدوكسيكيشن، البومين بري اوكسيديشن، البومين فورميشن، بايل فورميشن. مثلا بالبريفينال زون مسؤول عن جلوكوز ابتيك، زينو بايوتيك ميتابوليزم، الفا 1 انتريبسين فورميشن، جلوتامين فورميشن فروم ان اتش 3، وعمليه بالوسط بتصير عندي يوريا جينيسيس وهكذا. فاهم شيء انكم تعرفوا انه بالبورتال اريا نير ذا بورتال اريا بيكون في عندي ايروبيك ميتابوليزم فبروتين سينثيسيس، اما بالسنترال اريا بيكون عندي لس اكسجين، فبالتالي بيصير في عندي ديتوكسيفيكيشن وجلايكوجين ميتابوليزم، وبالوسط يوروجينيسيس يوريوجينيسيس. اوكي طيب، within hepatic plates hepatocytes adhere firmly with a desmal zone and junction complexes. يعني الخلايا الهيباتوسايت بتم تثبيتها عن طريق الديزموزوم. الديزموزوم زي تخيل زي شيء زي سوبر جلو، بيثبت الخلايا مع بعضها البعض. The apical surface of two adherent hepatocytes are grooved and juxtaposed. طيب هذا الجملة عشان تفهمها اطلع على هاي الرسمة، بحكي لك the apical surface of two adherent hepatocytes، تمام؟ فهنا لاحظ الابيكال سيرفيس، شوف هاي هيباتوسايت هيباتوسايت هيباتوسايت، فالابيكال سيرفيس لايش؟ للتو اتيرنت ايش هيباتوسايت، يعني كل هيباتوسايت ملتصقه مع هيباتوسايت ملتصقه مع هيباتوسايت، وكونت لايش؟ جروف حفر، تمام؟ ان جكستا بوزد وصارت ايش؟ جنب بعض البعض. شو كونت لي ايش؟ كانالكيولاي، اعطيت كونت لي القناه الصفراويه. ف سيلت باي تاي جنكشن، تم اغلاق بوست تاي جنكشن، فاعطتني which bile component are secreted، فهنا تم افراز bile component عن طريق bile ductiole. طيب this canaliculi طولها elongated space يعني more than 1 كيلومتر 1 كم more than 1 كم with lumen only 1 less than length with lumen only 0.5 to 1 micrometer in diameter with large surface area due to many short microvilli from the constituent hepatocyte. The bile canaliculi form a complex and anastomosing network of channel throughout the sub-hepatocyte plate that end near the portal tract. يعني هايها هاي الكانيكولاي وين انتهت؟ بالبورتال تراكت. The bile form the bile flow through progress in the direction opposite that of the blood that is from the center of the lobule to its periphery. هسا العكس، هسا حكينا احنا الدم والدم اللي جاي من الشرايين والأوردة الكبدية بينتقل من الطرف للمركز، على عكس البايل اللي بينتقل من المركز للطرف. البايل كانيكولاي هي smallest branches of biliary tree or bile conducting system، يعني هاي biliary tree، تمام؟ فالبايل كانيكولاي هي smallest branches، هي تفرعات صغيرة، هاي يعني لاحظ هاي عبارة عن تفرعات صغيرة، يعني هاي تفرعات 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 تفرعات، بعدين بصبوا بكانيكولاي. فالبايل كانيكولاي smallest branches من البيلياري تري or bile conducting system. انت كل اشي عشان تفهمه لدع الرسمة واقرأ، تمام؟ near the periphery of each hepatic lobule many bile canaliculi join with much larger bile canals of Heron
which are lined by cuboidal epithelial cells called cholangia. يعني بدك تعرف إن cholangia sites شو نوع النسيج اللي ببطنها؟ cuboidal epithelial. تمام؟ ف near the periphery يعني بهون near the periphery of each hepatic bulbul many bicanicloi join يعني هاي لحظة هاي بايكانيكلاي فكل يعني العديد من البايكانيكلاي بيتحدون بيصبوا بايش بالبايل يعني هاي مثلا بايل كانال اوف هيرن تمام هاي بايل كانال اوف هيرن هاي بايل كانال اوف هيرن بيتحدوا مع سوا بالبايل ايش داكتيولز بحكي لك near the periphery of each hepatic lobule many bile canaliculi join with much larger bile canals of herin. أنا جبت العيد هاي مثلا شوف هاي bile canaliculi وهاي bile canal of herin هاي cholangiocytes هاي hepatocytes تمام فهاي هاي bile canaliculi 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 فبايل كانيكولاي فالعديد near the periphery هون يعني each hepatic lobule كل hepatic lobule many بايل كانيكولاي تمام يعني بالقرب من البيريفري لا لكل hepatic lobule في عندي many بايل كانيكولاي شايف هذول العديد منهم تمام join with the much larger بايل كانال يعني هذول بيتحدوا بايش بقناة أكبر اللي هي اسمها بايل كانال أوف هيرن تمام بايل كانال أوف هيرن هيك اسمها بايل كانال أوف هيرن هاي البايل كانال أوف هيرن مبطنة بواسطة كوبويدال إبيتينيال سيلز شو بسميها كولانجيوسايتس تمام فهاي إيش البايل كانال أوف هيرن هي نفس الكولانجيوسايتس شو نوع النسيج الطلعي المبطنة فيها كوبويدال إبيثيليال سيلز لاحظ كوبويدال الموضوع سهل this canal soon join to bile ductules بتحدث مع البايل ductules في البوتر اريا and drain into the primary biliary tree the empty into the binal canal afferent composed of cuboidal epithelial cell called cholangiocyte the short bile canal quickly merge into the portal area with the bile ductule line the cuboidal or columnar cholangiocyte and with a distinct connective tissue طيب short bile canal quickly emerge into the portal areas with the bile ductules يعني bile ductules مع short bile canal بيتحدوا مع بعض بمنطقة bile portal area وطبعا هي بتكون مبطنة بالcuboidal أو columnar cholangiocytes وإلها distinctive connective tissue sheath Bile ductules gradually merge in enlarge and form right and left hepatic duct leaving the liver. فعنا يعني هون عنا common bile duct بيتفرع على common hepatic duct وعلى cystic duct. Cystic duct بتروح على gall bladder. أما common hepatic duct بيتفرع على left hepatic duct و right hepatic duct. Right hepatic duct برجع يتفرع على posterior branch و anterior branch. زي إيش الشجرة. وصونا كيف بتتفرع البيليا سراكت اند جول بلدر الهيباتيك سيستيك يعني دكت اوف جول بلدر اند كومن بايل دكت ار لايند وذ ميوكاس ميمبرين هافين سمبل فيلمن ابيثيل اوف كولانجيو سايت فبدك تعرف ايش نوع النسيج الطلعي اللي ببطن الهيباتيك سيستيك والكومن بايل دكت وال هاي دول كلياتهم باسمنا الكولومينال ابيثيليوم اوف your site. The lamina propria and submucosa are relatively thin. La gallbladder with the mucus gland in some areas of cystic duct and surrounded by thin muscularis. طيب
This muscular layer becomes thicker near the duodenum and fine in the duodenum papilla form sphincter that regulate bile flow into the small intestine. أكيد حتصير أسمك عشان لما تنقبض تفرغ محتويات البايل في الانتستين. The wall of gallbladder consists من mucosa composed of simple pulmonary epithelium. بدك تعرف إنه الجالبلادر الميوكوزا تعيطها النسيج طلع المكون إلها هو simple pulmonary epithelium and نهر من البلوبريا. وبعدين في عندي تنس مسكولاريس with bundle من muscle fiber oriented in several direction and external adventitia مش سيروزا external طبعا. الميوكوزا has numerous folds that are particularly evident when the gallbladder is empty. يعني بتكون ظهري هاي الفولد يعني الميوكو شايف هاي الفولدز تاعت الجالبلادر بتكون واضحة لما تكون الجالبلادر فارغة. طب the lining epithelial cells of the gallbladder have permanent mitochondria, microvilli, large interstitial space, all indicative of cell actively transporting water. And this is the case for concentrating bile. فالخلايا اللي بتبطن الجالبلادر فيها عندها مايتوكوندريا, microvilli, و large intercellular spaces. كل هاي الأشياء الـ intercellular spaces يعني space بين الـ cells الـ microvilli يعني tiny like structure والـ mitochondria كلها يعني بتشير لي إنه الخلايا مالها بتنقل الـ water بشكل active. In this case عشان شو أهمية هذا الإشي عشان تجعل الـ bile concentrating تمام. وبالتوفيق والله يوفقكم وتفللوا وتبدعوا بجي اي. هو اهم شيء ضلكم تكرروا وتزيدوا يعني. بالتوفيق مع السلامة.